قصص القرآن بها عبر تسبي الفؤاد إذا حضر. حصص كنور ساطع ومنارة أو كالقمر. قصص القرآن بها عبر تسبي الفؤاد إذا حضر. حصص كنور ساطع ومنارة أو كالقمر. ينجو بها أهل النهى فانهل بها طيب الدرر. قصص من الذكر الذي يروي الحسان من العبر. تدعو لحسن سريرة وتصد عن نهج الضرر. قصص القرآن هداية ودليل من يبغي الأثر. ودليل من يبغي الأثر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعزائي المشاهدين والمشاهدات، مرحبا بكم في هذه الحلقة 18 من سلسلة حصص الفرقان في قصص القرآن. سنتحدث اليوم عن قصة لقمان. من هو لقمان؟ لقمان رجل آتاه الله الحكمة، لم يكن نبيا من أنبياء الله، وإنما كان عالما رجلا حكيما فضله الله عز وجل بالعلم والحكمة. قال الله سبحانه وتعالى: ولقد آتينا لقمان الحكمة. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله، ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن الله غني حميد. وقد ذكر لقمان عند أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه فقال: ما أوتي لقمان ما أوتي عن أهل ولا مال ولا حسب ولا خصال، ولكن كان رجلا سكيتا طويل التفكر عميق النظر، لم ينم نهارا قط. بمعنى أن هذا الرجل لم يعطى هذه الحكمة بسبب شكله أو لونه أو ماله أو حسبه أو طوله أو عرضه، وإنما لأنه كان رجلا طويل التأمل والتفكر عميق النظر، فلذلك أعطاه الله الحكمة. فالحكمة يختار الله عز وجل لها من يشاء، ولذلك من رزق الحكمة عليه أن يشكر الله، كما في هذه الآية: أن اشكر لله، ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن الله غني حميد. بمعنى أن العبد إذا رزقه الله نعمة من النعم، ومنها نعمة العلم ونعمة الحكمة ونعمة الفهم، فمن رزقها عليه أن يحمد الله وأن يشكره. فإذا شكر فإنما يشكر لنفسه، وإذا كفر فإنما كفر لنفسه، لأن الله تعالى غني عن شكرنا وغني عن عبادتنا. ولقمان لم يؤتى الحكمة بشكله أو بلونه، وقد روي أنه كان أسود البشرة، كان أسود أفطس، بمعنى أنه لم يكن صاحب ملك فكان فقيرا، وكان أسود البشرة وكان أفطس، أي يعني طويل الأنف عريض الأنف. ولكن العلم والفهم والنبوة وكل ما له علاقة بالمكانة عند الله لا تؤتى للناس حسب أشكالهم أو ألوانهم أو أموالهم، إن الله لا ينظر إلى وجوهكم وصوركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فإن هذا الرجل أعطاه الله الحكمة، وكان عبدا لرجل، قيل إنه كان عبدا لرجل، فقال له سيده: يا لقمان، اذبح شاة وأتني بأحسن شيئين فيها. فذبح شاة وجاءه بقلبها ولسانها، جاءه بعضوين القلب واللسان. ثم بعد ذلك قال له: يا لقمان، اذبح شاة أخرى وأتني بأقبح عضوين فيها. فجاءه أيضا بالقلب واللسان.
قال كيف ذلك يا لقمان؟ عندما أمرتك في الأول أن تأتيني بأحسن شيئين في الشاة أتيتني بالقلب واللسان، وعندما ذبحت الشاة الأخرى قلت لك أتيني بأقبح شيئين فيها أتيتني بالقلب واللسان، فما ذلك؟ قال هما أحسن شيئين إذا صلحا، وهما أقبح شيئين إذا فسدا. بمعنى أن القلب واللسان إذا كانا صالحين صلح الجسد كله، وإذا كان فاسدين فسد الجسد كله. فقلت إن هذا الرجل يعني أعطاه الله عز وجل الحكمة، وذكرت أنه كان عبدا من العبيد، وكان فقيرا ليس ذا مال، ولكن كما ذكرنا إن هذه المؤهلات التي يراها الناس والمؤهلات البشرية لا تنفع عند الله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث رب أشعث أغبر، رب أشعث أغبر ذي طمرين، ذي طمرين لو أقسم على الله لأبره، لو أقسم على الله لأبره. بمعنى قد تجد إنسان لا مؤهلات له عنده في الدنيا، أشعث أغبر، شكله ليس جميلا، مدفوع بالأبواب لا يلتفت إليه الناس، ولكنه عند الله لو أقسم على الله أن تنزل الأمطار لنزلت الأمطار، لو أقسم على الله لأبره، أي لن يحنثه الله تعالى لمقامه ومكانته عند الله سبحانه وتعالى. وفي رواية إن من أمتي من لو أتى باب أحدكم يسأله دينارا أو درهما أو فلسا لم يعطه، ولو سأل الله الجنة لأعطاه إياها. ولقد آتينا لقمان الحكمة أنشكر لله، ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن الله غني حميد. ثم ذكر الله تعالى من حكمة لقمان هذه الوصايا العشر التي أوصى بها ولده، فلم تقف هذه الوصايا في ولده، وإنما نفع الله بها جميع من سيأتي بعد لقمان. أولا الوصية بالتوحيد وعدم الشرك بالله، ثم انظر قبل ذلك إلى الترغيب والتحبيب من لقمان، يا بني، لم يقل يا صاحب الأذنين أو يا ذا كذا أو يا فاعل أو يا، وإنما يا بني، ترغيب وتحبيب، وهذا مهم في الدعوة. شوف إبراهيم عليه السلام حينما كان يدعو أباه يا أبتي، ترغيب وتحبيب وتقريب، يا بني لا تشرك بالله. أولا الوصية بالتوحيد وعدم الشرك بالله، ثانيا الوصية بالوالدين والقيام بحقوقهما وعدم الاعتداء عليهما، يعني القيام بحقوق الوالدين والوفاء بهما. ثالثا المراقبة الدائمة لله عز وجل، أن يراقب العبد ربه في كل وقت وحين، لأن الله تعالى يراك ويطلع عليك ولا يخفى عليه منك خافية. رابعا الوصية بالصلاة، وهي أعظم عبادة أمر الله عز وجل بها بعد التوحيد، من أقامها فقد أقام الدين، ومن هدمها فقد هدم الدين. خامسا الأمر بالمعروف، الوصية، النصيحة، إرشاد الناس إلى الخير. سادسا النهي عن المنكر، يعني من رأيته على منكر فلتغير ذلك المنكر، إن بيدك إن استطعت، أو يعني بكلماتك ولسانك إن استطعت، وإن لم تستطع على هذين فبقلبك، وذلك أضعف الإيمان. سابعا الصبر، الصبر على الطاعة والصبر على عن المعصية والصبر على أقدار الله. ثامنا عدم الكبر والتكبر على الناس، ولا تصاعر خدك للناس، لا تمل بخدك عنهم تكبرا. تاسعا المشي في الأرض بالتواضع، ولا تمشي في الأرض مرحا. عاشرا يعني المشي الذي يدل على الطاعة وعدم الكبر. وأخيرا الغض من الصوت وعدم رفع الأصوات إلا في طاعة الله كالأذان وغيرها من الأعمال الصالحة التي
يشرع فيها رفع الصوت، فالمسلم ينبغي أن لا يتشبه بالحيوان، فقد أنكر الله تعالى هنا على الذين يرفعون أصواتهم، وقال يعني على لسان لقمان: واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. فهذه وصايا عظيمة جليلة جميلة ينبغي أن نتربى عليها ويتربى عليها أبناؤنا، ونفصلها تفصيلا لأبنائنا، وقد ييسر الله تعالى سلسلة أخرى نفصل فيها هذه الوصايا وما تحتمله وما تتضمنه من أسرار وفوائد. فلقمان هذا الرجل الحكيم جعله الله سبحانه وتعالى رجلا حكيما، وسمى سورة باسمه كما قلت لأنه أعطاه الله خير ما يعطى البشر بعد النبوة وهو الحكمة. فنسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم الحكمة وفصل الخطاب، وأن يهدينا وإياكم سواء السبيل، والحمد لله رب العالمين. قصص القرآن بها عبر تسبي الفؤاد إذا حضر، حصص كنور ساطع ومنارة أو كالقمر. قصص القرآن بها عبر تسبي الفؤاد إذا حضر، حصص كنور ساطع ومنارة أو كالقمر. ينجو بها أهل النهى فانهل بها طيب الدرر، قصص من الذكر الذي يروي الحسان من العبر. تدعو لحسن سريرة وتصد عن نهج الضرر، قصص القرآن هداية ودليل من يبغي الأثر، ودليل من يبغي الأثر.